بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام إلى فاضل، انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة، انطلاقة جديدة واندفاع كبير من جديد، انطلاقات أشواط سن الإذاع وتحدياتها لتنطلق هذه الأسماء ولتندفع هذه الشعارات باحثة عن الفوز، عن الانطلاق، عن الانتصار الكبير. أتقدم بانطلاقة تاسع أشواط هذا الصباح، شوط خاص بالإبكار المحليات الإذاع، لأنطلق مع أول هذه الأسماء. أتابع مرضية على المركز الأول، سلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي يتقدم بانطلاقة هذا الشوط وباندفاعته على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع من حاف منصور بن محمد بن سعيد العامري على المركز الثاني يقدم لنا من حاف، بينما اللي على المركز الثالث أتابع شعار القادمة هي الزود، أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي يتقدم بشعار الواعي، ينطلق في هذه اللحظات من جديد. أتابع كذلك الوصول، إمارة هي القادمة، أحمد بن عبد الله بن خميس المرر يتجاوز بهذا الشعار، ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن مبارك راعي الزود، والمركز الخامس حضور ومحمد بن خزام بن محمد المنصوري. المركز السادس أتابع شواهين، محمد بن راشد بن سعيد بن محمد المخيبي يتقدم على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع شوف الانطلاق من نوش، جمال بن غانم بن علي المنصوري يتقدم بنوش على المركز السابع. المركز الثامن، يا سلامي على أفكار، طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي إلا عامري على المركز السابع في هذه اللحظات، ينطلق يتحرك هنا في هذه الأثناء ويتجاوز على المراكز الأولى. نعم هو بالمركز الثامن. المركز التاسع شوف القدوم، شوف الانطلاق من الظبي، حمد بن محمد بن علي بن حاذة الاكتبي على المركز التاسع، ولكن الحذرة هي القادمة، عامر بن محمد بن علي بن عامر الدرعي. هذه هي الأسماء، هذه هي التحديات. يا سلامي على هذه الانطلاقة، انطلاقتي هذه الشعارات الكبيرة، هذه الأسماء المميزة في مهرجان الظفرة، في الأشواط الخاصة بمقيض الدار، هجن الدار. تتقدم المحليات، تنطلق بهذا الانطلاق بهذا المستوى الكبير ومرضية، التي ما زالت مرضية لمالكها ولشعاره ولجماهيرها، ترضيهم حتى هذه اللحظات بانطلاقة شعار المزروعي. سلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي يتقدم، ويتقدمون ابناء الظفرة، ينطلقون على المركز الأول. مرضية 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 باسم تاريخي تحضر، باسم عريق تتقدم على المركز الأول. يا المزروعي يا المزروعي يا المزروعي، الوضع خطير، الوضع خطير يا المزروعي. الأسماء قادمة، بن دحروي يقدم لنا أفكار، ما هي أفكارك يا بن دحروي؟ طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري، 2 كيلومتر، 2 كيلومتر يا من تتابع ويا من تراقب. المركز الثالث من حاف، من حاف اللي على المركز الثالث، منصور بن محمد بن سعيد العامري على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت وتقدمت حضور، حضرت بانطلاقتها، حضرت بمستواها، محمد بن خزام بن محمد المنصوري. والمركز الخامس شوف الحضور من الظبي، حمد بن محمد بن علي بن حاذة الاكتبي. والمركز
السادس من الجانب الايمن اماره واحمد بن عبد الله بن خميس المراري المركز السابع اول حضور لصوغ سلطان بن محمد بن عبد الله بن عمير الغفلي المركز الثامن اول حضور لمواري سالم بشطيط بن سعيد الاكتبي المركز التاسع الزود احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي وصلكم راعي الواعي المركز التاسع انطلاقة غزلان سعيد بن طبازة بن دودة العامري والمركز العاشر وصول تقدم وانطلاق في هذه اللحظات من صواب عامر بن محمد بن عبيد المزروعي ابو عقر قادم بانطلاقة شعاره بحضوره وباندفاعه ولكن الكيلو متر الاخير الكيلو متر الخطير والكبير اللي يبغي الفوز يروح اللي يبغي الانتصار يروح اللي يبغي الفوز يروح عند مرضيه يروح عند مرضيه 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 يا المزروعي راعي مرضيه سلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي هل الظفر ينطلقون هل الظفر يندفعون بمستوى كبير بانطلاقة كبيرة بو حميد يا المزروعي بو حميد يا المزروعي روح يا اخوك روح روح يا اخوك روح بن دحروي وصل بن دحروي تقدم افكار وطحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي المزروعي ولكن راعي مرضية راعي مرضية سلطان بن زايد بن عبد الله بو حميد المزروعي بن دحروي بن دحروي لمن الفوز لمن الناموس لمن الانتصار بن دحروي بو حميد وبن دحروي بو حميد وبن دحروي بن دحروي افكار 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 بن دحروي طار طار ولكن بو حميد بو حميد بو حميد مرضية 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 وافكار افكار ومرضية بو حميد بن دحروي بن دحروي بو حميد لمن الفوز اللحظات الاخيرة الفوتو فينيش بنترك عند لجنة الخط والتحكيم المركز او هناك بن دحروي بن دحروي بن دحروي خاطفا ناموس الشوط مع افكار طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري تهانينا والفي مبروك على هذا الفوز المركز الثاني مرضية سلطان بن زايد بن عبد الله ابو حميد المزروعي قدمت مستوى كبير المركز الثالث لحظات الوصول على المركز الثالث انطلاقة غزلان سعيد بن طبازة بن دود العامري المركز الرابع صواب عامر بن محمد بن عبيد المزروعي والمركز الخامس الشاهنية حمد بن عوض بن زيتون المهيري تهانينا والناموس للجميع تهانينا والناموس لمالك افكار بن دحروي طار طار مع افكار بالناموس بالانتصار الكبير وسط منافسة قوية وسط تنافس شريف حتى اللحظات الاخيرة ما بينه وما بين شعار بو حميد اللي قدم اداء كبير مع مرضية لحظات التوقيت الزمني لحظات الانطلاق الكبير هنا مع افكار طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري تستاهل الفوز والناموس يا بن دحروي ولحظات وصولي افكار وتوقيت الزمني بنتابع معاكم عبر كاميراتي وشاشاتي قنواتي ياس 7:46 ستة اجزاء من الثانية سلام افكار سلام طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري المركز الثاني مرضية قدمت مستوى واداء كبير والله تشكر عليه يا ابو حميد 7:46 ست اجزاء من الثانية سلطان بن زايد بن عبد الله ابو حميد المزروعي شكرا لك وشكرا لمرضية على هذا الاداء الكبير المركز الثالث وتابع 7:50 بدون اي اجزاء من الثانية اللي كانت على المركز الثالث هي غزلان سعيد بن طبازة بن دود العامري تهانينا والناموس لجميع الفائزين.